ينضم إلينا من القاهرة لمزيد من المتابعة دكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية. دكتور أسامة، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. بداية، يعني عندما نتحدث عن هذا القرار، إلى أي مدى يشكل ضغط على إسرائيل من الناحية القانونية وأيضا من الناحية الدبلوماسية؟ تحياتي حضرتك ولكل السادة المشاهدين. أعتقد أن هذه القرارات والتدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية اليوم هي بمثابة إدانة معنوية واضحة لإسرائيل، وإلزام لإسرائيل بوقف هذه الإجراءات التي تفضي وتقود إلى جريمة الإبادة الجماعية. صحيح وبالتأكيد، وكما أشار البيان المصري، كنا نتمنى ونأمل أن تصدر توصية واضحة وإجراء واضح بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ولكن أعتقد أن ما أصدرته المحكمة اليوم يمثل سابقة هي الأولى من نوعها لإدانة إسرائيل وتوجيه انتقاد علني ووفق لهذا المستوى القضائي الرفيع في محكمة العدل الدولية للإجراءات والخطاب الكراهية الإسرائيلي والتدابير التي اتخذتها إسرائيل من أجل منع سكان قطاع غزة من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، بل وحصار القطاع بشكل كامل. أعتقد أن هذه القرارات اليوم وهذه التدابير التي أقرتها المحكمة ستمثل ضغطا معنويا كبيرا وضغطا قانونيا كبيرا، ليس فقط على إسرائيل، ولكن أيضا على الدول التي توفر الغطاء السياسي والدبلوماسي لها في المحافل الدولية. وأشير هنا بشكل واضح إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت حق النقد الفيتو مرتين لمنع قرار في مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. الآن عندما لن تلتزم إسرائيل ويتم الانتقال إلى مجلس الأمن، أعتقد أن الولايات المتحدة ستكون في حرج بالغ إذا حاولت استخدام الفيتو للمرة الثالثة لمنع التوصل إلى وقف إطلاق النار. هذه الإدانة التي تعرضت لها إسرائيل اليوم، حتى وإن لم يكن قرار نهائي في هذه القضية، ولكنه على الأقل أشار إلى مسؤولية إسرائيل عن منع دخول المساعدات، أشار إلى مسؤولية قوات الاحتلال في حصار القطاع، أشار إلى ضرورة أن تتأكد إسرائيل من أن ممارسة قوتها على الأرض لا تؤدي إلى الإبادة الجماعية، وهذه إشارة إلى أن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل تؤدي إلى مثل هذه الجريمة. أيضا الإشارة والتوضيح الحاسم والواضح للتصريحات من جانب المسؤولين الإسرائيليين بالمضي قدما في حصار القطاع ومنع دخول المساعدات ومنع دخول المياه والطاقة والوقود وغير ذلك من الأمور التي تحيل الحياة إلى مسألة شبه مستحيلة في قطاع غزة، هي كلها إدانات واضحة من قبل المحكمة. ودعيني أيضا أشير إلى أن التدابير ووفقا للتصويت الذي أعلنته رئيسة المحكمة تشير إلى أن هناك ما يشبه الإجماع حول هذه التدابير، وأعتقد أن هذه القرارات ربما تكون المرة الأولى في تاريخ محكمة العدل الدولية أن تصدر هذه التدابير بهذه الأغلبية من القضاة، وهذا ما يشير إلى وضوح الجرائم الإسرائيلية ووضوح الإدانة لدى قضاة محكمة العدل الدولية. دكتور أسامة، وبالتالي أعتقد أن هذا سيمثل ضغطا كبيرا على إسرائيل في المرحلة مصر أصدرت بيانا شمل العديد من النقاط بعد قرار وصدور قرار المحكمة. ما أهم ما جاء في هذا البيان برأيك ومن وجهة نظرك، يعني وما إلى ماذا نتطلع اليوم، خاصة في ظل ما ذكرته من لعله يكون ضغط على إسرائيل فيما يتعلق من الناحية الدبلوماسية ومن الناحية القانونية أيضا؟ يعني أعتقد البيان الصادر عن مصر اليوم هو ينسجم ويعتبر مكمل لكثير من المواقف السياسية والدبلوماسية التي عبرت عنها مصر منذ بداية هذه الأزمة، وفي مقدمة ما عبرت عنه مصر وأكدت عليه ولا تزال تؤكد عليه هو ضرورة الوقف الشامل والفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومراعاة الأبعاد الإنسانية ودخول المساعدات دون إبطاء لسكان القطاع ووقف أي إجراءات تقود إلى تدمير قطاع غزة وإهدار حياة سكان القطاع. كل هذه المواقف مواقف معروفة وثابتة من قبل مصر سواء على المستوى الرئاسي أو على مستوى الدبلوماسية.
أعتقد أيضا أن الإشارة المصرية لضرورة العمل على تسهيل دخول المساعدات هي مسألة حيوية للغاية، خاصة في ظل الحرص المصري والإجراءات والضغوط التي نفذتها مصر من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وإصرار القاهرة على إنفاذ هذه المساعدات بكميات تكفي احتياجات سكان القطاع ولا تؤدي إلى الضغط عليهم أو استخدام عرقلة المساعدات كأداة لعقاب جماعي تمارسه إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني. أعتقد أيضا أن إشارة القاهرة إلى ضرورة أن تلتزم إسرائيل هي مسألة ضرورية للغاية، لأنه على مدى الأسابيع الماضية بل وربما على مدى السنوات الماضية لم نجد من إسرائيل سوى مماطلة، سوى محاولة للتنصل من أي التزامات دولية، سوى محاولة للهروب من تنفيذ أي قرارات تصدر عن الشرعية الدولية. وبالتالي أعتقد أن إشارة البيان المصري إلى ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ التدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية هي إشارة واضحة للغاية، تشير إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته للضغط على إسرائيل كي تلتزم وتستجيب لهذه التدابير. نعم. لأننا للأسف الشديد تعودنا على تهرب ومماطلة وإفلات من أي التزامات دولية من قبل الحكومة الإسرائيلية والسلطات في إسرائيل. كل الشكر لك الدكتور أسامة سعيد مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية، كنت معنا على كل هذه التفاصيل.